بفعل فاعل أو ربما الإهمال. هو الذي كان وراء الحريق الذي التهم 3 محال تجارية ومخزن للملابس في سوق المسيب المثقف. ويرجع أهالي القضاء الأسباب إلى انعدام الخدمات ومنها الكهرباء التي تتدلى أسلاكها بعشوائية تفتقد لشروط السلامة والأمان. أصبحنا الصبح خابرونا بأنه المحلات دا تحترق بالسوق، والله بسبب الإهمال أو التماس الكهربائي أو المنظومة، الشبكة أصلا هي متهرة وقديمة، فصار تماس كهربائي وحمت فاحترقت، وهاي الناس عشرات الملايين راحت هباء منثورة، يعني بين لحظة واحدة هاي المحلات مالتنا كلها اللي احترقت، محلات ذهب، محلات هذا الولد حسين الله يعوضه إن شاء الله خير، يعني عشرات الملايين، أكثر من 200-300 مليون راحت بلحظات. احتراق هذه المحال أدت إلى بطالة جديدة، ومن هذا المنطلق طالب المتضررون الحكومة بتعويضهم. الساعة 4:30 منتصف الليل سمينا على الدخان بالسوق، طلعنا لقينا المحلات مال الجيرانين محترقة، احترقت ملايين من دولارات، متعددة الشقة ومحلات وسيارات الذهب الباقيين. تعويضنا أنا أصحاب محلات كنا كسبة، لا عندنا راتب لا عندنا شيء، على الله وعلى المحلات عايشين. أهالي القضاء قالوا إن عجلات الدفاع المدني هرعت لإخماد الحريق وتطويقه لإبعاد خطره عما يجاوره من محال تجارية، فيما تم استدعاء خبير الأدلة الجنائية للتحقيق بأسباب هذا الحريق الذي تعزوه فرق الدفاع المدني للتماس الكهربائي.